كان تدرون إيش قصة الرجال هذا؟ يقول لما جيت أخرج نخرج يقول مجموعة إما نموت ولا نلقى لنا شيء نأكله، ما ندري، نمشي نمشي نمشي، ناس تموت ناس تلقى لها شيء يأكلونه وخلاص، ونودع أهلنا وموت. سميت سنة الجوع في هذا البلد، البلد هذه اللي الحين نشوفه مطاعم في كل مكان وأكل في كل مكان، ونأخذ الرز ونرميه في الزبائن، بس نسينا غفلنا. وطلعوا الشباب ما دروا عنها، ما قروا التاريخ، قالوا لا احنا في نعيم ولن ينتهي هذا النعيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تغفل، استعد استعد حتى يكون عندك إيمان إذا نزل البلاء. يقول فلما خرجت وإذا بامرأة تقول خذ خذ هذا ولدي طفل خذه معك عمره 12 سنة. قال وش أسوي به؟ قالت إن مات عفى الله عنكم، ولقيتوا أكل أكلوه، أما إن جلس عندي ما عندي أكل. يقول أخذته 3 أيام، يقول نمشي لا أكل ولا شرب 3 أيام. يقول بعدين جاءوا ربعي اللي معي قالوا يا فلان إحنا بنموت سنهلك. قال طيب وش نسوي أنا معكم؟ قالوا لا عطنا هذا الولد الصغير. قالوا وش تسوون به؟ قالوا نذبحه وناكله نعيش، أجل نموت كلنا، هذا صغير لكن إحنا ورانا مسؤوليات ورانا عيال ورانا زوجات، نعيش لأن قالنا شيء نجيب له لنا أكل، وهو هذا صغير وأمه قد عفت، قالت إن مات عفى الله عنكم. يقول فقلت لهم أرجوكم اصبروا، أمنته الأم عندي ولا يقول ما عاد في حل، يقول بناكله. تخيلوا وصلنا في هذه البلد إلى أن من الجوع أن الواحد يأكل أخيه. قال وبعدين يوم الله أراد الفرج لقينا الفرج. تدرون وش الفرج؟ يقول لقينا كلبة معها 6 من الجراء، 6 جراء وأبنائها، ففرحنا وكبرنا وانبسطنا. على إيش؟ كلبة ذبحناها وكلناها، وذبحنا عيالها 6 وكلناهم حتى العظم يقول ما بقينا عليه قطعة لحم. يعتبر فرج أننا لقينا كلبة وكلناها. هل تخيلنا هذا الشعور؟ شايب ثاني سووا معه لقاء، قال كانت بنت عمي كنت جالس، جت بنت عمي تعرض نفسها للزواج، تقول يا ابن عمي تزوجني. قال ما عندي مهر. قالت زوجني بس أكلني، مهري إنك تأكلني من الجوع. قال وأنا ما عندي شيء. قلت والله ما عندي يا بنت الحلال شيء، والله أنا الجوع ذبحني. قال وقامت تعرض نفسها على اللي حولي، من يتزوجني بس يأكلني، من يتزوجني بس يأكلني. انظروا إلى الحال. هل بناتنا سمعوا هذا القصة؟ هل عرفوا ذا الحين؟ البنت تقول لأبوها جيب لي كوشة ب70,000، وجيب لي الفستان ب10,000 و15,000، ونبغى الحفل في فندق الضيف الواحد يدفع عليها 400 ريال. هل عرفنا هذا الواقع المر؟ وشفنا كيف الله قلب الأيام حتى لو حد يعتبر من تصرم الأيام. كان بعض هنا بعض الشيبان الآن أحياء يقول لا جاء الحج نروح نشحذ من الحجاج. احنا هنا في ذا البلد يقول نروح نشوف الحجاج اللي جايين من البلدان الأخرى نمد أيدينا لهم. يقولوا كان في حجاج يقول من دولة من الدول يجون عن طريق البحر، فنوقف عند السفن، فيقومون يسوون يأخذون فلوسهم، فلوسهم الفضة هذه، يقول فيرمونها على الشاطئ وحنا نسابق عليها، فيقعدون يضحكون ويقهقهون انه الاولاد هذه اللي فيهم جوع شوف يدورون على القرش ذا ولا الريال الفضه حتى يخرجونه من الماء، ويخرجونه ويرمون ريال ثاني يرمون ريال ثالث. اغنانا الله اعطانا الله، وش رحنا نسوي؟ رحنا نعصي الله، جوالات ونظر حرام ومقاطع حرام، وصاروا بناتنا اللي من اول الحرمه ذبحها الجوع تعرض نفسها للزواج، تشوف بناتنا تلبس الجنس تلبس الاسترتش تلبس الملابس الضيقه وترفع عبايتها وتروح المجمع التجاري. نست المسكينه ان كانت جدتها تموت من الجوع. اغتنينا ملابسنا غاليه ومجمعات وسيارات فارهه، والبنت عندها سواق وهذاك عنده سواق وهذا عنده خدم في البيت. تصرمت الايام وتقلبت، وتلك الأيام نداولها بين الناس.